أنا صار لي في بريطانيا 28 سنة، أنا لدي شجاعة أتحدث بكل أمانة كل ما يجول في خاطري من ألم وحزن على بلدي، أنه لربما أنا أتوسم يعني خيرا بشخص رئيس الوزراء الحالي يقدم، لكن أنا هناك ما يسمى بحيتان الفساد الذين هم يطوقوه بعدم تصحيح المسار الصحيح بموضوع الخدمات وخاصة الكهرباء. اللي يحصل أنه هذا الموضوع، موضوع طلبات اللجوء اللي جاي تحصل في العالم بأمانة، هو موضوع يعني أولا لأسباب سياسية حتى لحضرتك والمشاهد الكريم، ولأسباب اقتصادية. الأسباب السياسية هو الشخص الذي حياته بخطر، إن كان شخص إعلامي، إن كان أستاذ في الجامعة، إن كان موظف في الدولة، عندما يكشف ملفات فساد أو يعني مبادئ ما تسمح له أنه يقوم بأشياء خارج نطاق الوظيفي، وعندما يصل لبريطانيا مثلا سوف يتم قبول طلبه عندما يقدم الإثباتات، إن كان حتى إن كان شخص عسكري أو مدني. اللي حصل في ظروف الحرب اللي حصلت الآن في سوريا، في السودان، في اليمن، في ليبيا، لها آثارها الكبيرة حتى على مستوى ذكرت حضرتك بالتقرير الفلسطينيين الآن في غزة تحديدا. فلذلك دائرة الهجرة تنظر بإنسانية وبمهنية عالية، خاصة بريطانيا، دائرة الهجرة البريطانية، وأنا على تماس تام بهذا الأمر، أنه هناك حالات تستحق توفير الحماية، لأنه في حالة عودة سوف يعود إلى بلد الأصل. هناك حالات أخرى هي ما يسمى تقديم طلبات اللجوء لأسباب اقتصادية بحتة، هي الدول الأفريقية، هناك دول مثل مصر، المغرب العربي، كذلك دول الأفريقية، ساحل العاج، غينيا، تنزانيا، يأتون لأسباب اقتصادية للبحث عن بارقة أمل أن يعيشون حياتهم بكرامة بسبب الظرف الاقتصادي. حتى أكون صريح معك، دوائر الهجرة البريطانية ودوائر الاتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية لن تعطي هذا الملف اهتمام كبير، لأنه يقولون نحن ليس شارتي، أي احنا ليس منظمات خيرية. وهذا ما كنت أود سؤال عنه يا أستاذ أحمد، يعني عندما نتحدث عن نسبة 1 من كل 69 فرد في العالم يجبر على الهجرة من بلاده بسبب عمليات الحروب أو الاضطهاد أو العنف، أيا كان سمي ما شئت، تعاطي المجتمع الدولي حيال هذا الملف الخطير ليس بالمستوى المطلوب على ما يبدو، لكن عام بعد عام العملية مضطردة والأرقام تزداد، كيف يمكن مواجهة هكذا إشكال عالمي؟ ميركل رئيسة وزراء ألمانيا السابقة دخلت التاريخ من أوسع أبواب عندما استقبلت 2015، تخيل زميل أحمد أنه استقبلت أكثر من 1 مليون، ألمانيا هاي الدولة الكبيرة العظيمة بإنسانيتها، 2015، وأعطتهم ما يسمى بالإقامة المشروطة، وغالبيتهم كانوا سوريين وعراقيين. فاللي حصل الآن أنه هناك الأمور زادت سوء، يعني الملف اليمني زاد سوء لحد هذه اللحظة، لا يوجد حل. السودان الآن معارك طاحنة لحد هذه اللحظة. الوضع الاقتصادي صار أسوأ في مصر وفي لبنان، وفي الوضع لحد الآن مستمر في سوريا، فساد مالي وإداري لحد هذه اللحظة، ما يسمى ببطالة لشباب عاطل عن العمل، أصحاب شهادات في العراق. فهذه كلها يعني آثار سلبية ودوافع تدفع الشباب للمغادرة. في نفس الوقت بلدان مثل بلجيكا وهولندا وفنلندا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا لعبت دور سلبي، لا تستقبل طالبين اللجوء، تضعهم في وضع إنساني يعني لا يحسد عليه، ملفات تبقى لفترة 4 سنوات و5 سنوات، فيضطر طالب اللجوء أما الوصول إلى بريطانيا مجازفة لتقديم طلب آخر وبداية جديدة، أو العودة إلى بلد ضمن مغريات بسيطة هي بعض الدولارات التي محتمل أن تسلم له أو لا. فلذلك تجد أنه لحد هذه اللحظة دول الاتحاد الأوروبي لها مسؤولية قانونية بإنهاء ملفات كبيرة، إعادة الأمن إلى سوريا، المواطن السوري لن يغادر بلده، إعادة استتباب الأمن في السودان واليمن وكذلك في ليبيا لن يضطر لمغادرة بلده، وأنه يتحملون مسؤولية أمام مخاطر الموت. مافيا التهريب زميل أحمد تلعب دور سلبي وقدر
للأسف أمام، لأن هؤلاء يعني أشبههم مثل السجان الذي يرقص على أنين ضحاياه.